أظهر استطلاع الرأي المتخصص الذي أجرته إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مؤخرا لقياس نسبة الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية المختلفة التي تهم معظم أفراد المجتمع، أظهر أن السمنة وزيادة الوزن والأمراض المزمنة من أكثر القضايا الصحية التي تثير قلق سكان الشارقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة اليوم للإعلان عن نتائج الدراسة والاستبيان المرافق لها. هذه الدراسة جاءت تماشيا مع متطلبات رؤية الإمارات 2020 لتعزيز صحة الفرد والمجتمع في الدولة، واستجابة لتوجيهات سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي حرمي صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأهمية رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين والمقيمين.